السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التولز جميلة من المهندس عبد المجيد إبراهيم. التولز عبارة عن إن أنت عملت كلاش ديتكشن على النفس وركس، وكل شوية بقى تروح هنا وتشوفها بقى في الريفت وترجع هو جاب لك نفس الواجهة ونفس كل حاجة زي ما موجودة في النفس وركس بقت موجودة جوه الريفت، بحيث إن أنت تقدر تشوف الكلاشات وتقدر إن أنت تحلها. ده هيسرع لك كتير جدا في الشغل. دي طبعا الجزء اللي على الشمال دوت زي نفس وركس، وهنا ده جوه الريفت نفسه. فدي فكرة جميلة جدا، هتوفر علينا وقت كتير. تقدر تشوف فين الكلاشات وتقدر ان انت تحلها. دي مجانية تمام، وده الموقع بتاعه، فتقدر ان انت تتواصل معاه وتشكره على التولز الجميلة. طبعا تقدر تسهل عليك شغل، تقدر ان انت تعمل سيلكت لاي عنصر فيه كلاش، وتقدر ان انت تعمل له ايزوليت بحيث ان كل حاجه تختفي ما عدا الكلاشات عشان تركز عليها. تقدر تعمل سيكشن بوكس على اماكن الكلاشات.